مساكم الله بالخير ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. نبدأ حلقتنا بهذا الموضوع، حيث نجح ناشطون وإعلاميون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر في إغلاق 300 حساب تروج لفكر تنظيم داعش الإرهابي من خلال تنظيم حملة تحت وسم سبام وطنية، وتعمل الحملة على إرسال تبليغ إلى إدارة تويتر عن المستخدمين الذين ينشرون أخبار أو صور أو مواقع فيديو تروج لتنظيم داعش وتحوي تهديدات مباشرة لأشخاص معينين، ليتم تعليق الحساب مؤقتا تمهيدا لإغلاقه نهائيا. خلونا نتابع هذا التقرير وبعد ذلك نبدأ بالنقاش. بعد غزواتهم الغاشمة وقتلهم للأنفس البريئة، بدأ تنظيم داعش الإرهابي في غزو مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، وما أكده المسؤول التقني في حملة السكينة المتخصصة في تصحيح الأفكار المتطرفة عن رصد هذه الحملة نحو 49 ألف تغريدة يوميا تتصف بالإرهاب والعنف. إذ تبث التنظيمات الإرهابية 170 تغريدة كل 5 دقائق، وهذه التغريدات الإرهابية الحقيقية المرصودة صدرت من منصات إرهابية أصيلة وأخرى من أتباع الجماعات والتنظيمات المتطرفة تدعو للعنف أو أدبيات التكفير، ومن متعاطفين مع الجماعات المتطرفة وأهدافها، كما اتضح ومن خلال الرصد لهذه التغريدات أن 40% من هذه التغريدات تتبع لداعش، بينما تتبع البقية لباقي التنظيمات الإرهابية. ناشطون وإعلاميون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نجحوا في إغلاق 300 حساب تروج لفكر تنظيم داعش الإرهابي من خلال تنظيم حملة تحت وسم سبام وطنية، وتعمل على إرسال تبليغ إلى إدارة موقع التواصل الاجتماعي عن المستخدمين الذين ينشرون أخبارا أو صورا أو مقاطع فيديو تروج لتنظيم داعش وتحوي تهديدات مباشرة، ليتم تعليق الحساب مؤقتا تمهيدا لإغلاقه نهائيا. تنظيم داعش الإرهابي لم يتوقف عن بث سمومه وأفكاره، فبعد تضييق الخناق عليهم في تويتر، ذكر تقرير لشبكة بي بي سي البريطانية أن التنظيم قام بهجرة جماعية إلى موقع تيليجرام الروسي، والذي يتمتع بخصوصية تنافس أي تطبيق آخر للتراسل الفوري، لاتخاذه منصة جديدة. ليبقى سؤال مهم: هل تكفي جهود المستخدمين لمواقع التواصل والحملات الوطنية لاجتثاث الفكر الضال؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا في الاستديو الكاتب في صحيفة الرياض الأستاذ أمجد المنيف. حياك الله أستاذ أمجد. أهلا فيك. يا أهلا وسهلا. يمكن تابعت التقرير ويمكن رصدنا هذه الحملة اللي يقوم فيها يعني شباب وشابات سعوديين على تويتر بنشاط جدا مميز، وأطلقوا وسم حملة سبام ضد هالمواقع الداعشية اللي تروج لفكر الضال أو تنتمي له. قبل ما نتكلم عن الموضوع، أبيك تصف لي المشهد العام في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر على وجه التحديد، وهل أصبحت منصة يعني ينفذ من خلالها أصحاب الفكر الضال؟ بداية يجب أن نشير إلى أنه الجماعات الإرهابية المتطرفة تعمل بشكل منظم ومؤسس في الشبكات الاجتماعية، وتحديدا نحن نتحدث عن تنظيم متطرف الإرهابي داعش. نحن يمكن آخر أرقام نزلت في حملة السكينة أنه يمكن 49 ألف من الأرقام الحسابات الإرهابية الموجودة يملك منها 40% يعني حسابات داعش. هم يقومون بعمل ممنهج، استفادوا من كافة المنصات التقنية الحديثة، يراعون جديد التقنية، يحاولون استقطاب الشباب من خلال مخاطبتهم من خلال هذه المنصات. طبعا هذا يعني يؤكد فرضية أنه يقوم على هذا الأمر بعد استخباراتي جهات تتبع لي، خلينا نقول دول معينة أو جهات محددة، وليس عمل ارتجالي أفراد يعني يقومون بمجرد أنه يفتحون حسابات ويحاولون أنه يروجون. تنظيم ربما تقوم وراء دول يعني. بالضبط. إحنا نتحدث عنها، إحنا إذا ما تحدثنا تحديدا عن تويتر فنتحدث يعني بالضرورة
ضرورة عن إنشاء حتى الحسابات الآلية. يعني إحنا ما يعني تجاوزنا مرحلة إنه تكون في حسابات لأشخاص يديرونها، هم يقومون بعملية فتح الحسابات الآلية، أحيانا تستنسخ حتى صور أشخاص موجودين، أسماءهم، تحاول أن تضلل الرأي العام، تحاول أن تخلق حسابات وهمية مشابهة لحسابات حقيقية، حسابات لجهات. لذلك هذا الأمر يتطلب يعني خلينا نقول عمل كبير، يتطلب وعي كبير، يتطلب حملات مضادة أكبر من طيب خلينا نحلل نوعية تواجدهم على تويتر. يعني الملاحظ أن هناك ربما لو بنصنف يعني من ينتمي أو يتعاطف مع التنظيم، هناك ناس متعاطفين وهناك ناس ينتمون لهذا الفكر أو لتنظيم داعش، يحاولون دائما أنهم يغردون. حتى لو تلاحظ أنه الهاشتاجات النشطة دائما يتواجدون فيها، حتى الهاشتاجات الكروية، يعني لو نقول الحين مباراة الحين بين الهلال والنصر فيها هاشتاج، تلقاهم موجودين كذلك ويحطون ويغردون بهالهاشتاجات. يعني طريقة تواجدهم كيف يمكن تحللها، ومدى يعني حرصهم على الوصول لأكبر شريحة؟ احنا اذا ما تحدثنا عن حضورهم يجب ان نشير في البداية للحضور المضاد. احنا نتكلم عن مجتمعنا، للأسف لدينا تعاطف من خلال اللاوعي. يعني أنا يمكن سبق أنه أشرنا إلى هذه النقطة في حلقة سابقة، ولكن لابد من تكرار هذه النقطة، أنه في بعض الأشخاص خلينا نقول بنية حسنة يقومون بإعادة بعض المشاهد وبعض الأشياء اللي تبثها هذه التنظيمات الإرهابية، أحيانا قد يكون بغرض جيد أو بغرض التحذير بطريقة غير مباشرة، وهو لا يشعر أنه يكون قد وقع في فخ الترويج لهذا التنظيم. لذلك يجب أنه نكون أكثر انتقائية فيما يجب أن نبثه، فيما يتعلق حتى في الصورة. إحنا نعرف أنه هم يعني عملوا على مسألة الصورة بشكل احترافي، سواء فيما يتعلق الصورة الثابتة أو الصورة المتحركة من خلال إحنا شفنا تقنيات الفيديو. يعني محللين في هوليود قالوا أنه يعني يضاهي عمل في هوليود. فاحنا نتحدث عن هذا العمل العمل اللي يجب ان يكون هنا يواجهه عمل مضاد. اذا ما تحدثنا عن وجوب العمل الحكومي فيما يتعلق هذا، سبق انه طالبنا ولازم نطالب بوجود مظله رسميه واضحه توحد كل هذه الجهود. الاغلبيه لديهم يعني مبادرات، لكن هذه المبادرات يجب ان تجد حاضنه تستوعب، تنظم، تقوم بعمل مؤسسي ممنهج، تكون هناك استراتيجية واضحة حتى يكون فيه يعني خطة عمل، سرعة في 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 خلينا نقول في اتخاذ القرارات، سرعة حتى في التعاطي مع أي حالة مستقبلية. طيب يعني في شواهد لقصص سابقة من إرهابيين ينتمون لهذا الفكر قاموا بعمليات، كان أنه كانوا يعني منغمسين في موضوع الإنترنت وبتحديد مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت هي البداية في استقطابهم من خلال الدواعش. أمس وقبل أمس كنا تكلمنا عن موضوع ألعاب الفيديو أو ألعاب الإلكترونية بلاي ستيشن وغيرها أو ألعاب الأونلاين، وكيف حتى أنهم وصلوا أنهم يعني يدخلون من خلالها ويريدون أن يصلوا حتى للأطفال والصغار ويؤثرون فيهم. هم محددين الشريحة اللي قاعدين يستهدفونها لو تلاحظ، يعني خاصة صغار السن في مسألة محاولة استقطابهم والتأثير فيهم. كيف تقرأ هذا؟ هذا أول شيء يؤكد أنه عملهم غير ارتجالي، هو عملهم دقيق جدا، يخاطبون كل شريحة بلغتها. فهم عندما يخاطبون الصغار أو الصغار يخاطبونهم من خلال الألعاب، لما يخاطبون الكبار يحاولون تقديم نماذج خلينا نقول دين مزيف وليس حقيقي، ويحاولون يستعطفونهم يستميلونهم. لما يخاطبون الغرب خطابهم للغرب شيء آخر مختلف تماما، عندهم رسالة مختلفة تماما. إذا تحدثنا تحديدا عن الألعاب اللي يبثونها، هم يحاولون رسالة، غالبا ثلاث رسائل. أول شيء محاولة التجنيد والاستقطاب للأطفال بوقت مبكر. الأمر الآخر هم يحاولون أن يقولون أنه إحنا نظام يعني دولوي، أنه إحنا من دولة، إحنا دولة حقيقية، عندنا ألعاب، عندنا أماكن حقيقية، عندنا ممكن بكرة يقولك عندنا جامعات هندسة ممكن يكون. فهم يحاولون يهمون المتلقي بأنه هم دولة حقيقية وهم مجرد جماعة إرهابية. الأمر الثالث هم يحاولون تأصيل البراند أو العلامة التجارية من خلال اللاوعي.
من خلال خلينا نقول سواء ما يتعلق في شعارهم المباشر، من خلال استخدام لبسهم، من خلال أشياء كثيرة يحاولون غرزها لدى النشء من خلال هذه الألعاب. فهم يعملون باستراتيجية واضحة دقيقة جدا تخاطب كل جهة كل شريحة بطريقتها. عندنا يمكن تحدثنا عن هذا بشكل مبكر قبل أشهر عندما تحدثوا مع الغرب، تحدثوا معهم من خلال مجلة دابق بلغة مختلفة تماما وأمر مختلف تماما وطريقة مختلفة تماما، وكأنهم دولة حضارية وكأنهم بعيدين عن الإرهاب والتطرف بالكامل. طيب هذا يدعو تساؤل عن المناعة والممانعة الموجودة لدى يعني الأوساط السعوديين بشكل عام، وبالتحديد اللي يعني نشيطين أو تعملون مع وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، كيف تراها؟ وخاصة أن نستحضر يعني نموذج مميز ومبادرة الحقيقة من إعلاميين ومن كذلك ناشطين في تويتر أنهم يغلقون الحسابات الداعشية. أولا يعطيهم العافية، مبادرة جميلة، لكن احنا دائما نقول ودنا بالعمل المستدام. هذه مبادرة آنية قد تحدث بعدها واحدة ثانية، لكن نبحث عن جهد ثابت. لابد من وجود مظلة تعمل على إيجاد تستقطب هؤلاء الشباب، تقدم لهم احتياجاتهم. قد يكونون هم ما يحتاجون الكثير من الدعم، لكن يحتاجون التنظيم. التنظيم بمعنى عمل مؤسسي، أنت تستقطبهم، تقوم بعمل مؤسسي ممنهج، لديك رسالة، يكون حتى عندك وضوح، حتى يكون يسهل عملية أنه يكون يعني تكون مستقبلا في اتفاقيات حتى مع تويتر. تويتر يعني هي تحاول أو في جميع رسائلها تقول أن هي لا تدعم الإرهاب وأنها تحارب الإرهاب، قد تكون في اتفاقيات مستقبلية، لكن تويتر بالتأكيد لن تتفق مع أفراد، هي تبحث عن جهات مؤسسات تعمل معها، توقع معها، حتى يكون الجهد مضاعف، حتى يكون الجهد أسرع، حتى يكون العملية استباقية وليس ردة فعل. لكن هالمبادرات هل تراها مجدية؟ بالتأكيد هي مجدية، لكنها ليست الحل الكلي. هي جيدة في وقتها، لابد من هذا الأمر. هي تدل على عدة أمور. أول شيء احنا نتحدث عن الوعي، لدينا وعي جالس يتنامى في مواجهة هذا التيار، وإن شاء الله أنه يعني يكون أكثر وأكثر مع الوقت. الأمر الثاني أنه استشعار المسؤولية، انه هؤلاء المثقفين والاعلاميين والتقنيين استشعروا المسؤوليه وشعروا انهم لابد انه عليهم دور في هذه القضيه، بادروا وحاولوا انه يجدون هذا الامر. الامر الثالث انهم شركاء في حمايه الوطن، في النهايه الوطن هو للجميع يعني، فهم شركاء في 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 حمايته. طيب خليني اتكلم عن بعض الدعوات اللي كانت من وقت سابق، البعض ربما دعا الى حجب تويتر في السعوديه، البعض طالب كذلك بربط الحساب أو الأكاونت تويتر ببطاقة الهوية الوطنية، وانت كنت معنا كان في هذه الحلقات علقت على الموضوع. بكل الأحوال كلها تصل إلى وجود يعني نتيجة يا أما تشديد الرقابة على تويتر، يا أما حجب تويتر إذا كان فعلا هو منصة قاعدة تستغلها داعش أو غيرها من جماعات الإرهابية في استهداف واستقطاب الشباب السعوديين والمملكة على وجه العموم. انت ايش رأيك؟ أول نقطة، أنا ضد الحجب إطلاقا. الحجب يعني ما هو حل إطلاقا، لأنه إذا حجبنا منصة في منصة أخرى، إحنا عندنا ما يقارب حول العالم أكثر من 3000 شبكة اجتماعية، فوش تحجب وش تخلي. أيضا دائما الحجب ما هو حل طويل المدى، هو حل وقتي قد يكون، لذلك أنا ما ميل إلى مسألة الحجب. ولكن إحنا عندنا مجموعة أمور قد نتخذها لمحاربة هذه أو خلينا نقول لتكوين وعي جمعي. لكن أولا سن التشريعات الحديثة، إحنا لدينا أنظمة لكن تحتاج تطوير، تحتاج خلينا نقول يعني توازي، تحتاج انه تتماشى مع الوقت الحالي. هي في اشياء طرأت كثيره، تغيرت المنصات، يعني الان احنا يعني انت اكيد تعرف انه في ترند كبير على سناب شات، وبكره حيدخلون من خلال سناب شات، فنقول نحجب سناب شات ما حنقدر، لكن احنا نوجد الانظمه اللي تسن. الامر الثاني وهذا دعنا له كثيرا ولازلنا ندعو له، انه يجب ان تكون هناك يعني عقوبات صارمه في وجه المحرضين. هناك محرضين يظهرون في اسمائهم الحقيقيه وموجودين في الشبكات الاجتماعيه، يحرضون سواء بطريقه مباشره او غير مباشره، ولكن معظمها في بطريقه مباشره،
مع ذلك يعني يحتاجون انه التعاطي معهم بشكل جاد. انت تشوف في تساهل في التعاطي معهم هؤلاء المحرضين سواء كانوا بطريقه مباشره ولا غير مباشره؟ بعيدا عن كلمه التساهل او عدم التساهل، احنا نطالب في انه يكون هناك بس كاني انا استشفيت من كلامك انه فيه تساهل مع هؤلاء. احنا نحتاج صرامه. ومن تقصد بالتحديد؟ احنا نحتاج صرامه اكثر. من تقصد بالتحديد؟ التعاطي مع شو اسمه كل الجهات المسؤوله، دائما احنا عندنا جهات مسؤوله سواء كان اقصد من تقصد بالمحرضين الموجودين واللي فيه تساهل معهم. طبعا المحرضين انا ما اقدر اقول اسماء لاني انا مش جهه مسؤوله عن بث هذه الاسماء، لكن الجهات الرقابيه يجب انها تكون اكثر اتساقا مع اللي جالس يحدث في السوشيال ميديا، تكون اكثر صرامه في اتخاذ القرارات. لابد ان يكون في تشهير، لازم انا عشان اعرف وش عقوبه اللي بيسوي كذا لازم تكون في نماذج. حتى اللي انا مثلا اتخذت في بحقهم عقوبات كانوا محرضين سواء للقتل او للفوضى او ما شابه، لابد ان تظهر للسطح، لابد ان اقول للمتلقي انه ترى هذا كان كذا وصار كذا وصار له كذا. اما يجب ان يكون في تشهير، لانه هذه مساله امن وطني، فمساله ارواح، مساله يعني حياه وموت، ما فيها مجاملات. طيب ما فيها اخر سؤال بس يعني اقف مع الموضوع، من يدعو للجهاد مثلا هل يعتبر محرض بناء على كلامك؟ عاد هذا الامر اعتقد انه في جهات اكثر اختصاصيه. دائما احنا نتحدث عن انه ولي الامر هو من يدعو للجهاد، اي احد غير ولي الامر يدعو للجهاد اعتقد انه في تعدي على ولي الامر، ويجب انه يتم التعاطي معه بشكل جاد من خلال الجهات حسب اللوائح والانظمه. نعم، شكرا لك الاستاذ امجد المنيف الكاتب في صحيفه الرياض، يعطيك العافيه. وشكرا بعد للشباب الحقيقه اللي يعني عندهم حس وطني كبير، يقومون بمبادرات يعني تطوعية من إعلاميين وكذلك ناشطين في تويتر لمواجهة أصحاب الفكر الضار الذين يحاولون يستغلون منصة التواصل الاجتماعي ليبثوا سمومهم وأفكارهم ويستقطبون كذلك من خلال هذه المنصة. فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع لكم.